انا بقول لك هتعيش وانت جاي وبتفتح بقك يبقى انت سوري انت عايش على قفا واحده ست. الخزين اللي امي جايبه لي من بعد فرحنا بيخلص، فانت ليه مش عايز تجيب ده كله عشان قلت عايز اعيش؟ امال لو كنت عايزه كباب وكفته كنت عملت ايه؟ اكتشفت بخل جوزي السابق بعد ما اتجوزنا بشهر شهر وشويه، بدات اكتشف بخله انه بدا يستخسر يجيب الحاجات الصغيره، باكو بسكوت، عيش وانت جاي. وكنت اول ما اتجوزت ربنا جاب لي بيبي فكنت حامل، فكنت بطلب حاجات غريبه شويه، باكو بسكوت اللي هو ملوش اي 30 لازمه بس نفسي رايحه له، عايز اكل رنجه فما بيجيبش. طب عايز عيش، هتعيش وانت جاي. يا انا نسيت اجيب عيش، وانا ببقى قاعده جعانه طول النهار وهو طول النهار في الشغل، ويفضل طول النهار وهو عايش حياته وبياكل وبيشرب وممكن يخرج مع اصحابه وانا قاعده في البيت مفيش اكل. لما انا اتجوزت خدنا شقه قانون جديد قال واخدها سنه عشان كان بيجهز ورقه وهنسافر. ففجاه بعد شهرين ثلاثه وانا كنت حامل، حصل حمل في اول الجواز، فجأة لقيته بيكلمني وانا بزور والدتي. انا سلمت الشقه ونقلت الحاجه عند والدتي قاعده في حته شويه شعبيه جدا، المايه مقطوعه فيها من 7 الصبح ل 8 بالليل. البخل ليه اشكال كتيره جدا، البخيل في جيبه، بخيل في مشاعره، بخيل في كلامه، بخيل في طبطبته، البخل في المال والبخل في المشاعر وحرقة الدم ومواقف كتيرة جدا خلى البيبي اللي عندي كانت بنوتة ماتت في بطني في الشهر السادس وكان داخل عليا تسمم حمل. اضطريت ان انا افتح قيصري ولحقوني وتوفاها الله، يعني ما كانش ليها نصيب انها تيجي وكويس انها ما جاتش. اللحظة اللي قررت فيها ان انا مش هستحمل بخله لما البنت ماتت في بطني واعتمد ان ماما هتدفع فلوس العملية وما دفعش فلوس العملية، وكان ساعتها والدتي بتمر بضائقة مالية واستلفت فلوس وهو ما جابش حتى حق دواء. قررت ساعتها ان انا لازم اسيب الانسان ده. انا بنصح اي واحدة اوعي تتجوزي راجل بخيل، اوعي تتجوزي راجل بخيل. البخيل بخيل في كل حاجه، بخيل في حبه وبخيل في مشاعره، بخيل في نفسه وبخيل في نظافته، بخيل في ايمانه، بخيل في ثقافته، بخيل في دينه. البخل وحش وكل الاديان حذرت منه، كل الاديان حذرت من البخل. اوعي تتجوزي راجل بخيل، ابعدي عنه، البعد عنه غنيمه صدقيني.